مرحبا. اليوم برد ومطر. من الأشياء اللي أحب أزورها في أي مدينة اللي هي زيارة كلية العمارة والمكتبة وطلع على بعض الكتب المعمارية. اليوم راح نروح لجامعة ملبورن. اليوم أول يوم دراسي في الفصل الثاني. الفصل الثاني يبدأ الآن فترة الشتاء، والفصل الأول وإجازة الصيف تكون شهر 12 اللي هو الكريسماس. خلينا نشوف كلية العمارة. هنا خريطة جامعة ملبورن، وفيها أكثر من مكتبة داخل الكامبوس. نشوف أول واحدة هي مخصصة للعمارة، راح نزورها. إحنا هنا في الجامعة، هذه الورشة لصناعة المجسمات، يعني فيها أجهزة وكأنها روبوتات. هنا مكان صنع الفلين بالهات واير هذه، وهنا تشفط الأشياء الإضافية. المكان هذا لطيف حتى انك تقدر تشتغل على المجسمات وفي نفس الوقت قاعد يعني تناظر الناس، ما تمل، عملية مملة بعض الأحيان. احنا هنا ما زلنا في كلية العمارة. التصميم صراحة جميل، التصميم الدرج والبساطة برضه، اللون الأسود وخشبي من داخل، وعندنا القلبتين هذول ينتقلون في مكان واحد ثم ينزلون على تحت. شوف الإنارة في الجانب الداخلي للهندريل. عندنا هنا مثل منطقة اللي هي دراسة وسط المبنى، لكن في فراغات هذه جميلة تنتقلها بالجسر هذا. اليوم شرفنا أخي وسيم قرعية، معماري معيد جامعة الملك سعود، يدرس دكتوراه في جامعة ملبورن. راح ناخذ لفة اليوم في مدينة ملبورن، راح نشرحنا على بعض المباني ونزور كلية العمارة، مبناها جميل وراح يطلع عليه. المبنى اللي هناك اللي تشوفونه مرينا منه تقريبا قبل أمس وصورناه. أخ وسيم قال لا تعال شوفها من بعيد، في فكرة ما راح تفهمها إلا جيت من بعيد، وراح يشرحها لنا الآن. تفضل. المبنى هذا اسمه ويليام باراك. طبعا هذا المبنى سكني، شقق سكنية من 31 دور أو 513 شقة. الفكرة اللي فيه المعماري حاول يطرح شخصية مهمة من السكان الأصليين في ملبورن، توفى عام 1903، بس هذا الشخص له قيمة اجتماعية وتاريخية وثقافية. هو من السكان الأصليين وشيخ أحد قبائل، خلنا نقول شيخ أحد قبائل السكان الأصليين. فالفكرة المطروحة هنا عندنا البلكونات هذه البيضة. لو لاحظنا هنا البلكونات هذه البيضة المتموجة، هذه مو شكل جمالي أو شكل عشوائي، هذه مدروسة بشكل دقيق جدا مع الفراغ الأسود. الفراغ الأسود هذا تجويف البلكونة. عشان تفهم الفكرة لازم ترجع أقل شيء 3 كيلو متر وتشوف زاوية معينة اللي هي جنوبية شرقية عشان تشوف فكرة المبنى. المعماري حاول خلنا نقول ينحت وجه هذا الشخص المعروف على واجهة المبنى. فلما لو طبقنا هذه الأشياء، رجعنا هذه المسافة ونظرنا هذه الزاوية، حنشوف وجه هذا الشخص. فهي كانت فكرة تقديرية للشخص. طبعا الصورة الآن أخ وسيم تراها بينه في الجوال وبينه بالتصوير أكثر من إني أنا قاعد أشوف الواقع. صورة اللي هو صورة في شخص هنا، لو تشوفون هنا عيونه وهذا وجهه تقريبا. فاللوفرز أو الشرائح البيضة هذه
هي والنحت اللي فيها هو قاعد يبين ملامح بشكل تجريدي للشخص اللي صاحب أهمية في الموقع. أنا برأيي إن المعماري كان ذكي بهذا التصرف، لأن المبنى مبنى خاص، أنت مو مضطر أنك تحط شخصية عامة أو مشهورة أو هذا، بس تطبيق المعماري لهذه الفكرة أعطى قيمة للمبنى وخلاه يتميز بالمباني الموجودة حوله، يعني صار زي مزار أو معلم للسياح يتصوروا عنده. والشخص هذا وش خلفيته؟ هذا الشخص من السكان الأصليين كان، وزعيم قبيلة. جميل. وكان حلقة وصل بين الوايت بيبل أو السكان البيض والقبيلة. هذا بنشوف هنا معنا تحديث جديد لجامعة RMIT، هذا الجزء الخلفي. الجامعة قديمة بس حبوا انه يطوروا الساحة الخلفية او الكورتيارد الخلفي، وكان في لغة معمارية مميزة ومعقدة واستخدام مواد بناء متنوعة. يعني نشوف هنا فيه لغة معينة، بعدين عندنا الباتن الثلاثي الابعاد، عندنا شبك الحديد هنا، نرجع لغة مختلفة تماما بالتراسات والبلكونات المنطقة الثانية. ولاندسكيب اللون الأصفر يطغى عليه، الأرضيات الخشبية، فتحات فقط على قد النباتات. طبعا هنا تقريبا الطلاب راح يجلسون، لأن هذه كلها مطاعم تخدم الطلاب في الغالب. طبعا احنا هنا داخل مبنى فيه دمج ما بين العناصر الإنشائية القديمة بشكلها الخشن الراف، ما بين عناصر وتلبيسات جديدة مثل تطعيمات الخشب في المنطقة هذه، فالدمج بين الحديث والقديم. هنا رجعنا لنفس المبنى. من الملاحظ في المباني هنا في مدينة ملبورن، الأول 10 أدوار أو 8 أدوار تصير موقف سيارات، والجميل في الموضوع أنه كل مبنى أنا قاعد أشوفه أشوف له حل مختلف. طبعا لا بد انها تكون تهوية فيها جيدة لانها موقف سيارات، فما يصلح تكمل قزاز، لكن حلول جدا جدا جميلة لكل مبنى. المبنى هذا له حل مميز، لو تشرح لنا اياه. الفكرة من هذا الكار بارك بوديوم اللي موجود فيه مواقف السيارات، الاقراص الستانلس هذه مكتوبة بلغة برايل، باللغة السكان الاصليين، فلها معنى يعني، يعني معناها حرفيا ايام هو ايام، دعما للقبيله هذه اللي كانت موجوده هنا والسكان الاصليين. فالنقاط هذه هي اللي بلغه برايل تعني كلمه ايام هو ايام. ايام هو ايام. والواجهه طبعا مثل ما شرحنا ماخذ الشكل رجل القبيله هذه. وبعد ما شفنا البورتريت حق هذا زعيم القبيله، الان بنروح من خلف المبنى بنشوف فكره ثانيه من على نفس المبنى. طبعا الان رجعنا للمبنى نفسه اللي شفنا فيه البورتريت من قدام. هذا الجهه الخلفيه، لو لاحظنا هنا بنشوف الوان سيركلرز، يعني دوائر موجوده. الفكره منها هي خريطه طيبوغرافيه. الان لو رجعنا للخريطه الطيبوغرافيه حنشوف الوان فيها، كل لون يمثل منسوب ارتفاع، فالمعماري هنا حب يعكس الخريطه على واجهه المبنى. وسبب هذا ان السكان الاصليين دائما مشكلتهم كانت الارض في استراليا، وانهم هم اصحاب الارض، فكان جزء رمزي للمبنى وللمصمم انه يبين هذه الفكره. فلو شفنا الالوان مثلا الاحمر اعلى قمه او الابيض، والاصفر اقل، واللون الاسود هو مستوى الصفر. المبنى من تصميم مكتب ARM، مكتب استرالي، انتهى البناء في عام 2012، واستخدموا فيه بذاك الوقت كان تقنيات حديثه عشان ينفذوا البورتريت اللي موجود في الواجهه، وتعدل عليه قبل مرحله التنفيذ اكثر من مره لين تاكدوا ان الوجه يمثل بشكل دقيق الوجه الاصلي للشخص. وويليام باراك موجود له صور انه في النت، اذا بحثتوا عنها بتلقوا له صور قديمه ابيض واسود لهذا الشخص. شوف هنا الالواح الحديديه والمعدن اللي عليها قص بالليزر على نقش معين، في مجرى صغير قاعد نشوفه وراء عشان تنظيف الزجاج. من الغلط ان احنا نجي ونركبه مباشره. الممر هذا الصغير تقريبا يمكن نص متر او اقل،
له فوائد كبيرة على المدى الطويل، لأن اهتمام بالتنظيف وليس الشكل فقط. احنا مشكلتنا دائما في بعض المباني عندنا نركب الشغلة ولا نحسب حساب الصيانة والتشغيل اللاحق. مرة ثانية الآن نشوف مبنى ثاني شبيه بالمبنى الأول اللي شفناه على شارع سوانستون، ونفس تصميم المكتب المعماري ARM. هذا المبنى كلية الفنون في جامعة ميلبورن في الكامبس الرئيسي باركفيل كامبس. الفكرة بنفس الواجهة، الواجهة مصنوعة من عبارة عن شرائح ألومنيوم مركبة على الواجهة القزاز، بس لازم عشان تاخذ الصوره اللي موجوده على الواجهه لازم تناظر بزوايا معينه، اما من اسفل المبنى او من الاعلى. حيطلع عندك رسمات لها علاقه بالفنون، وهي مجموعه تراثيه كانت معروضه قبل فتره لها علاقه في التعليم والفن، فالمعماري هنا طبقها على الواجهه. طبعا هي شرائح تقريبا معدنيه وجاي فيها مثل زي الرسومات اللي نطلع من هنا، فعليا يعني ما انتم قاعد تشوف شيء. راح نعرض لكم صوره جايه من فوق الكاميرا ومطلعه فعلا وش النحت اللي موجود على اللوفرز هذه، غير انه ادي وظيفه برضو بيئيه على تقليل الكواسر الشمس داخل المبنى. طبعا شوف العمدان هذه عليها اللي هو الدبايات نباتات. المبنى حديث تقريبا، افتتح عام 2016 انتهى البناء. عدد الادوار 6 ادوار. من قلنا نفس شركة نفس المكتب المعماري ARM، والتكلفة كانت اجمالية لتنفيذ المشروع 66 مليون دولار. ف 2016 ونباتات لسه ما طلعت، فتقريبا يمكن 4-5 سنوات الأعمدة هذه كلها راح تختفي وراح تصير كلها أعمدة مغطاة بالأشجار. طبعا احنا الآن داخل لاب الكلية، نشوف نفس البلاط الخارجي البريك هذا دخل بهنا، بعدين بدأ ينتقل الرخام. تحس انه كانوا في واجهة مبنى، يعني احنا لسه ما دخلنا المبنى، منطقة التهيئة قبل ما ندخل المبنى. منطقة درج جدا جميلة، الاستيركيس بتعليقة البسطة اللي في النص اللي هنا، أو حتى بتصميم الهندريل وإدخال إنارة معه. تفاصيل الدرج هنا البسطة المعلقة اللي شفناها قبل شوي تفاصيلها جدا جميلة. في عندنا هذا بلاط بورسلان مدخل هنا فيه مكان للإنارة. بعدين عندنا هنا اكسسوارات عشان نهاية البلاطة، في اكسسوارات تنحط في مكان التغليقات، في هنا واحدة بعد عندي ميول، بعد عندي واحدة ثانية تغليقة من برا، هنا قماش. بعدين عندي هنا في نهاية البسطة اللي شفناها من تحت موجود مكان قزاز، في كيبلين هذول، في واحد هنا وواحد هنا، هنا معلقينها بالبيم من السقف على سكاي لايت، فحنا حتى الآن نحس بحركة. إذا لاحظنا في الأتريوم داخل مبنى كلية الفنون بنشوف جدار قرميد مبني شكله قديم، وعندي هنا جدار ثاني، هذا جدار المكتبة اللايبرري الجانبي، فالمبنى متصل في المكتبة. والجزء هذا القديم اللي هنا عندي هذا المبنى الأساسي لكلية الفنون، موجود قبل بناء المبنى هذا الحديث. فاللي حصل هو توسع على اللي موجود وحافظ على المبنى القديم، فقط أضاف إضافات خارجية وبعض بعض التفاصيل الداخلية. الآن الفرق بين هذا الجدار القرميد وهذا الجدار للمكتبة، بنلاحظ الجدار اللي موجود هنا على اليمين العراميس المونة طالعة منها شوي، فهذه كانت طريقة بناء موجودة فترة من الفترات إنه المونة ما يزيلها، يحافظ عليها، وهنا بينما هنا زالها كشكل جمالي. كفرق فقط عندي هنا شكل. مرة ثانية اليوم المبنى معنا الأخير، كلية التصميم في جامعة ملبورن. تم الانتهاء من المبنى في عام 2014. هو كان مسابقة معمارية عالمية فاز فيها مكتب محلي من مدينة ملبورن ومكتب عالمي من بوسطن. طبعا الفكرة تصميم المبنى هو إيجاد مثال واقعي
للي يتعلم الطالب داخل استوديوهات التصميم. اللغة المعمارية هنا معقدة أكثر لأنه مستخدم المبنى هنا عندي معماري أيضا والمالك معماري, فيحتاج هنا لغة معمارية مختلفة عن السائد اللي نعرفه في السوق. طبعا الجو فيه هواء شديد فأتمنى إن شاء الله أن يكون الصوت واضح. نشوف المبنى الآن مودرن بلغته وبالشرائح كاسيرات هذه في جميع أجزاء المبنى, حتى يمكن لو نلف عليه لو تقولنا وش قصة القطاع هذا من الواجهة اللي بلغة مختلفة. طبعا هذه واجهة تراثية قديمة مدمجة مع المبنى الحديث ككتلة واحدة وكفراغات واحدة في الداخل, ولكن قصة هذه الواجهة, هذه واجهة مقر البنك الرئيسي, مقر البنك لبنك أوف نيو ساوث ويلز, هذا المقر الرئيسي كان في ملبورن. المبنى مبني عام 1857. طبعا بعد البناء المقر البنك, البنك واجه مشاكل إنشائية في ذلك الوقت, وسبب ثاني رغبة البنك في التوسعة قرر أنه يزيل المبنى, ولكن واجهته مشكلة. المشكلة أنه هذا مبنى كان لستد على لائحة التراث, فكان حل الوحيد للبنك أنه يهدي هذه الواجهة لجامعة ملبورن. فتم نقل الواجهة من مكان مختلف بعيد مسافة أكثر من 20 كيلو من هذا المكان, وتفكيكها وإعادة تركيبها في هذا الموقع. طبعا تم النقل في عام 1932, ف جابوا الواجهة لهذا المكان وبنوا حولها مبنى بذاك الوقت, مبني من قديم يعني بذاك العصر. مع الوقت يعني واحتاجت الجامعة بناء كلية جديدة, فتم هد المبنى اللي كان مربوط في هذا المبنى التراثي الخلفي, وحافظ على الواجهة بشكل أكيد يعني أنها هي الأساس, هي لها القيمة التاريخية, وتم بناء المبنى في الخلف. طبعا بنشوف المبنى كل واجهة لها تصميم مختلف, والهدف كان معماري طرح أفكار يتعلمها الطالب في الجامعة في الكلية, في الغالب لما يتخرج الطالب ما يطبقها في الواقع, فحب يوريك الكلية تصير مثل كتاب تعليمي مفتوح للطالب يشوف الأفكار الهندسية, الأفكار الإنشائية, الإمكانيات التقنية, زي ما يقولوا البوسيبيليتيز للعمارة في هذا المبنى. قبل ما نبدأ في المبنى التصميم الجديد ممكن نتكلم عن الواجهة التراثية هذه. هذه الواجهة تصممت على طراز الرينيسانس ريفايفل اللي هو إحياء عصر النهضة, فالمعماري استخدم لغة معمارية مميزة في ذلك الوقت, استخدم الأعمدة الكورنثية والأعمدة الأيونية, والواجهة بنشوفها متماثلة فيها اللي هي يسموها سيميتريكال إليفيشن, الحجر المادة الرئيسية لهذه الواجهة, وتم المحافظة على الفريمز الأساسية الخشب للأبواب والشبابيك. لو لاحظنا هنا معنى هذه الواجهة الجنوبية للمبنى, الواجهة الجنوبية استخدم المعماري فقط الفتحات والزجاج مع المبنى الجدران الخرسانية. وإذا لاحظنا كل المبنى جميع الواجهات الثلاثة استخدم فيها الكاسرات الشمسية اللي هي السن لوبز, بس هذه الواجهة ما استخدم فيها بسبب واحد, إن الموقع الجغرافي لأستراليا. أستراليا في النصف الجنوبي من القارة من العالم, فحركة الشمس هنا مختلفة عن السائد في بلدان العالم. حركة الشمس من الشرق للشمال وتغرب من الغرب, عكس البلدان اللي نعرفها مثلا في الرياض تشرق من الشرق والشمس تمر على الواجهة الجنوبية ثم تغرب من الغرب, فهذا السبب اللي خلى هذه الواجهة الآن إحنا عند الواجهة الشرقية للمبنى. المبنى فيه ثلاث مداخل رئيسية من الجهة الشرقية والشمالية والغربية. هذه الواجهة الشرقية بنلاحظ استخدام الكتل الكاسرات. الكاسرات لها توجيه معين لحركة الشمس اللي هي هنشوفها مختلفة من جهة الغربية والشمالية, فالمعماري يتعامل مع الشمس على حسب الجهة. وإذا لاحظنا بعد شوي بنقرب للكاسرات الستان لوفرز بنشوف فيها تخريم بسيط بروفريتد أساس تمرر السن لايت داخل فراغات المبنى. الآن إحنا عند الواجهة الشمالية ونشوف مستمرة السن لوفرز على هذه الواجهة, ولكن بطريقة مختلفة وتوزيع مختلف عن الواجهة الشرقية اللي شفناها قبل شوي. المعماري تعامل مع الواجهة الشمالية بطريقة حسب أشعة الشمس اللي تستقبلها الواجهات من الجهة الشمالية. وهنا لو لاحظنا حنشوف فراغات حوالي 4 أدوار موجودة عندنا, بحرها حوالي 10 متر, كانتليفر ضخم كرقم لو فكرنا فيها. فالمعماري
يعني يطرح فكرة أو تشالنج للطلاب إنه يوريهم إمكانيات الإنشاء، بنفس الوقت كمثال لهم على الإمكانيات العمارة والأفكار المعمارية. الآن إحنا دخلنا المبنى، هذا الدور الأرضي. الدور الأرضي في المكتبة والمعرضين تو جاليريز، وفي الفاب لاب اللي هو فابريكيشن لاب، فيها ليزر كات، فيها أعمال طباعة المجسمات 3D موديلينج، في زي ما يقولوا المناشر للأخشاب والأعمال. طبعا المبنى مكون من 5 أدوار فوق الأرض وقبو، يعني مجموع 6 أدوار. المساحة الكلية للمبنى، المسطحات المبنية طبعا 15,700 متر مربع. المبنى تم الانتهاء منه في 1 سنة و4 شهور، كان رقم قياسي إنه إنجاز هذا المبنى بضخامته في 1 سنة و4 شهور. طبعا هنا نشوف فيه قاعة تقريبا هي التحكيم وعرض المشاريع. الجميل فيها أنه أقل من بقية البهو، فتحس أنه غير مزعج للنظر للناس اللي شغالين تحت أو اللي قاعدين يناقشون. الغرفة هذه فيها طابعات 3D مخزنة بطريقة جميلة، حنا أوريك إياها. يعني تخيل معي، تجي هنا تضغط هذه تطلع معك الطابعة 3D وتطلعها وتكون هنا تعمل مجسم 3D. يعني شغلة جدا جدا جميلة مدمجة، وتسكرها مرة ثانية. هنا في طابعة أكبر مقاس، هاي تفتحها كذا، هاي تطلع لك مجسمات بحجم أكبر لأنها قدرتها على التنفيذ أكبر. شغلة جميلة مدمجة وتعطي إمكانيات إنك تخزن أكثر من طابعة. وأتوقع مثل هذه الشغلات يعني الآن أصبحت جزء رئيسي من عملية التصميم وعملية الدراسة لتنفيذ 3D. الآن إحنا داخل المبنى في الدور الرابع. نشوف قدامنا الأتريوم مفتوح على يبدأ الأتريوم طبعا من الدور الأول وليس الدور الأرضي، وعلى 4 أدوار. نلاحظ كتلة ضخمة في وسط الأتريوم، هذه قاعات اجتماعات ومحاضرات في وسط الأتريوم، مصممة في شكل هندسي متطور، محمولة على بيمز موجودة في السقف، يعني تحت هذا الجزء لا يوجد أعمدة. وطبعا التوزيع الفراغي تحت المعماري اهتم يخلق بيئة حيوية في الفراغ، فما رغب يعني زي ما يقولوا انه يحط جلسات عادية والناس محادثات، يكون هذا المكان، فحول المكان لورشة عمل، فأضاف الطاولات الورك ستيشنز للكمبيوترات، الطلاب ممكن يعرضوا أعمالهم ومجسماتهم. لو لاحظنا هنا الأثاث الكلية والطاولات والبنشز اللي موجودة هنا كلها كاستم ميد من أخشاب طبيعية سورست من البيئة المحلية من أستراليا. لاحظنا هنا المعماري بالأدوار كلها استخدم نت أو مش حديد، والسبب انه كان انه يخلي اتصال بصري بين اللي يمشي في الممرات واللي في اللي يشتغلون في الاتريوم، فكان عندي اتصال بصري مباشر ما يعيقه اي اثاث او اي حواجز مبنيه. طبعا الكتله هذه ما انتم شايفين كتله معلقه ببات حديد من هنا تروح لها عن طريق الجسر الصغير هذا، وهي غرف اجتماعات دراسية. طبعا هذه مسكرة لأنها لازم تحجز. تشوفون كل التلبيسات الخشب والنوعين من الخشب، خشب معالج الجدران وخشب غير معالج للأسقف، ومع الإنارة هذه نشوفها متكررة معنا في البهو، في إنارة طبيعية، فطالع يعني قطعة فنية جميلة داخل الكورت الكبير هذا. الآن إحنا على الدرج اللي يربط الدور الأول مع الدور الرابع. لو لاحظنا هنا بطن الدرج الحديد الستركشر مكشوف، وهذه كانت فكرة من المعماري للطالب إنه يشوف كيف الدرج يتم تصنيعه وتركيبه، فكان جانب غير تصميمي وتعليمي بنفس الوقت للطالب.
أكثر ما نعاني منه في كليات العمارة هو وقت تحكيم المشاريع، وطلاب العمارة والأساتذة العمارة يفهموا هذا الكلام. وقت تحكيم مشاريع آخر كل ترم تحصل مشاكل وتشوهات في الممرات وأماكن ما في أماكن تعليق للوح، لأنه نحتاج نعلق اللوح. هنا المبنى هذا حل المشكلة بأنه ركب بارتيشن ممكن تعلق عليه، مصنوع من مادة طرية فابريك، فممكن إذا لاحظنا هنا سهل بأي مكان هذا من الارتفاع، من الارتفاع الأرض للسقف للفور سيلينج، عندي أنا ممكن أعلق الورق مشاريعي أو أي إعلانات أحتاجها. هنا نشوف معنا مشاريع الطلاب كانت معروضة قبل حوالي أسبوعين في معرض اسمه MSDX. كل هذا المعرض يصير كل ترم آخر ترم لأعمال الطلاب المتميزة. هذه أعمال أحد الطلاب استوديوهات، وكان استخدام فيها التقنيات مثل ليزر كات ماشينز والأكليريك والمواد المعروفة. احنا الان في الدور الاول اللي هو يبدا في الاتريوم، مكان الطلاب يشتغلون على الكمبيوترات، ونشوف هذا الفراغ المعلق اللي تكلمنا عنه فوق، هي قاعات محاضرات واجتماعات. ونشوف نلاحظ هنا اخوي بندر ما في اي عمود يحمل الفراغ، الفراغ معلق بالكامل بالسقف. وعندي هنا الارض جزء منها مصنوع من الزجاج، ونرجع هنا نطرح الفكره انه المعمار يحاول يعطي الطلاب البوسيبيليتيز الممكنه للماتيريالز، بيلدينج ماتيريالز، وكيف نستخدمها وكيف نطوعها. الآن إحنا في الدور الرابع، وهذا الدور مخصص لأعضاء تدريس وطلاب الدكتوراه، وهنا نشوف قدامنا الستاف كيتشن، هذا مخصص لأعضاء تدريس والموظفين وطلاب الدكاترة. المبنى طبعاً مستخدم أحدث تقنيات التحكم البيئي، وهذا السبب اللي ماخذ تقييم عالي 6 نجوم من أصل 7 فمن مجلس المباني الخضراء الأسترالي. مستخدم سنسورز للتحكم في التهوية، فتح الشبابيك، مستخدم إعادة تدوير المياه، مستخدم أنظمة تكييف ذكية حسب مستخدمين المبنى يقيسها ويتحكم في التكييف والتبريد. فهنا نشوف عندنا برضو حديقة السطح، وهي اللي نفتقدها، نتعلمها دائما في مدارس العمارة، وحديقة السطح وفوائدها، بس في القليل يطبقها. هنا مطبقة بشكل جميل ولها أطلالة على الساحة الخارجية اللي هي السكوير. طبعا احنا الان في دور البيسمنت، البيسمنت فيه قاعات محاضرات كبيره. اذا لاحظنا هنا المعماري ترك جزء من الجدار مكشوف، بس حط قزاز عشان حمايه، والفكره انه يورينا الاستراكشر تحت الارض كيف شغال وكيف الاعمده، فجانب تعليمي للطلاب. طبعا احنا الان في الدور الرابع، وبس حبيت اوريكم هذا مكاتب طلاب الدكتوراه والماجستير. طبعا فراغ مشترك فيها موجود على الجزء الجنوبي من المبنى، والشبابيك هي اللي تعطي الإنارة خلال اليوم. اليوم أخو وسيم أكرمنا بشرحه ووجهة نظره، وأخذنا في لفة على مباني الجامعة. جولة اليوم انتهت إن شاء الله، ونشوفكم في يوم ثاني بإذن الله. بالعكس، حياك الله.